شباب الأهلي 2003 في كرة الماء يواصل تفوقه ويحقق لقب بطولة الجمهورية لكرة الماء بعد تغلبه على هليوبوليس في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي. ليحافظ فريق كرة الماء بالنادي الأهلي مواليد 2003 على لقب بطولة الجمهورية للعام الثالث على التوالي بعد الفوز على هليوبوليس بنتيجة 10-6، وأقيمت المباراة بحمام سباحة النادي الأهلي وشهدت منافسة قوية بين الفريقين على اللقب، إلا أن الأهلي نجح في اقتناص البطولة. وقدم فريق الأهلي عرضا قويا خلال المباراة التي شهدت تألق جميع اللاعبين الذين نجحوا في الفوز ببطولة الجمهورية. كان فريق الأهلي 2003 قد توج بلقب بطولة الجمهورية في سبتمبر الماضي على حساب هليوبوليس أيضا بالفوز عليه في المباراة النهائية بنتيجة 5-4. ليواصل قطاع كرة الماء في النادي الأهلي تحقيق كافة الألقاب لمختلف المراحل السنية والفريق الأول والتربع على قمة كرة الماء في مصر بلا منازع. هذا التفوق يؤكد الطريقة المثالية التي يدار بها قطاع كرة الماء الذي يرأسه وائل عزت ويعاونه محمد فاضل نائب رئيس الجهاز، ومحمود حسن مدير جهاز كرة الماء، ومدحت فرج نائب مدير الجهاز، وعمر ممدوح المدير الإداري، وسامح العشري الإداري، وخالد بن عيسى المحلل الفني. في الأوقات كده ممكن حد يجي يسألنا هي البطولات بتاعتكم بس في كرة القدم؟ أكيد لأ، ويمكن الواقع هو اللي بيثبت ده. احنا بنتكلم هنا عن أبطال الجمهورية ولاد الأهلي فريق 2003 لكرة الماء، اللي يعني دايما بنتشرف بيهم واللي محققين فعلا على الأرض بطولات يعني كلنا بنسعد بيها. خلينا بقى نتكلم في التفاصيل أكتر، والفترة اللي احنا كنا بنتكلم بشأنها عن COVID-19 والتوقف، لكن هي انعكاسها على النادي الأهلي تحديدا بصراحة كان إيجابي جدا. نعرف السر بقى. خلينا نرحب بكابتن وليد وصفي مدير قطاع الناشئين لكرة الماء. صباح الخير يا فندم. ومحمد فؤاد فرج لاعب الفريق الأول كرة ماء بالنادي الأهلي، صباح الخير عليكم وألف مبروك علينا. مش ألف مبروك عليكم بس، ألف مبروك علينا كلنا كأهلوية. سعداء جدا إن احنا دايما نشوف كده إنجازات بتحقق على الأرض. وحبدأ بحضرتك كابتن وليد، فكرة هنا معلش السؤال ده لأن لازم يكون في سر. احنا COVID-19 جاي من هنا، وإحنا حققنا بطولات كتيرة جدا، يمكن في الماء، في كرة الماء، في السلة، في اليد، في كرة القدم كمان. السر ورا ده إيه؟ والله هي أنا اللي شايفه هما تلات عوامل عندنا. هو في شق إداري وشق فني وشق بدني بقى. يعني الإداري عندنا كمجلس إدارة والدعم اللي عاملينه لفرق النادي كلها، النشاط الرياضي بقيادة الكابتن رؤوف عبد القادر برضو يعني دعم غير عادي للألعاب كلها في النادي الأهلي. الشق الفني يمكن برضو مجلس الإدارة دعم مدربين كرة الماء في النادي الأهلي، ويمكن عملنا معايشة مع أعلى مستويات في كرة الماء اللي هو في صربيا. يعني يمكن عملنا معايشة أسبوعين قبل الكوفيد 19 ديا، فطبعا لحقتوا كده الحاجات يعني الأخيرة فعلا فرق معنا فنيا. فده الشق الأولاني الإداري اللي هو دعم النادي لينا، والشق الفني ان احنا بصراحة يعني تطور الأداء جدا بالموضوع ده. والشق بقى البدني اللي هو يمكن الأولاد يمكن أحسن العناصر الموجودة على مستوى مصر، ويمكن الموهبة فيها كبيرة جدا، ويعني يمكن التلات عوامل دول هم الأساس في قصة نجاح المنظومة جداً. يعني نتكلم بقى معاك يا محمد، ولسه كنت قبل الهوا بسألك، الأهلي طبعا في المقدمة في كرة الماء سواء ناشئين أو فريق أول، وفي نفس الوقت المنافس بيكون دايما التاني أو الأقوى تقريبا هليوبوليس. خليني أعرف منك أكتر، واستعداداتك بتبقى إزاي لما بيبقى فيه خلاص يعني بطولة دلوقتي وبتنافسوا فيها هليوبوليس، وفي نفس الوقت أنت مركزك إيه برضو في الفريق؟ أنا بلعب وينج في الفريق، وقبل الماتشات المهمة اللي مع هليوبوليس طبعا لازم يبقى تركيز 100% من أول ما بتنزل التمرين لحد ما بتخلص التمرين. ما فيش هزار، ما فيش اي حاجه، انت بس قدامك هدف واحد ان انت تكسب الماتش وخلاص. هو ده بيبقى هدفك وانت نازل التمرين لحد ما تخلص التمرين. حلو. مش اول ما بتنزل التمرين بس، لا، انت من يومك كله من الصبح لحد بالليل بيبقى حاطط في تفرغ بقى. يعني انتوا دلوقتي انت اكيد بتدرس صح كده؟ اكيد.
هل بقى الموضوع بيجي شوية على حساب الدراسة في الفترة اللي بيبقى فيها بطولة كبيرة زي كده أو ماتشات قوية؟ أكيد، بس أنا يعني أهم حاجة إنك تعرف بس تنظم ما بينهم، لأن مش كل حياتك كده تبقى الرياضة، الدراسة برضو مهمة. صحيح، بس أهم حاجة إنك لازم تظبط ما بينهم، تمارين الصبح وتمارين بالليل، تذاكر في النص، تنام كده. النقطة دي يمكن كابتن وليد مهمة، لأن بعض الرياضيين اللي جم معانا هنا كانوا بيتكلموا إن شوية بيواجهوا صعوبات، لأن التوازن ما بين الدراسة والرياضة صعبة شوية، لأن بعض الكليات مثلا على سبيل المثال ما بتراعيش الجزئية دي أو الشق ده. إزاي بقى حضراتكم بتقدروا كباتن إن أنتوا توازنوها؟ يعني اللي حصل في قصة الكورونا دي يمكن فرقت معانا شوية، عشان فالناس تقريبا يعني ما كانش حد بيروح مدارس والجامعات وكده، فالناس تقريبا يعني فاضية وكله شغل اونلاين. يعني حتى انا يعني في وسط تمرين بيبقى فيه ولد بيبقى عنده كلاس يروح طالع فاتح ويروح نازل تاني، فالولاد فاضيين. احنا يمكن فرقت معانا قوي، احنا كنا عاملين تقريبا معسكرات مفتوحة، تمارين صبح وبعد الظهر. الولاد تعبوا معانا جدا لغايه لما وصلنا لدرجه فنيه عاليه جدا. يعني زي ما بقول لحضرتك، الموسم اللي فات غير الموسم ده. الموسم اللي فات كانت المنافسه قريبه جدا، اللي احنا كسبنا 5-4 كسبنا 5-4 هليوبلس، لا الموسم ده 10-6، ففرق الجاب وسع طبعا، غير يعني تقريبا دبل سكور، وده انجاز ان زي ما حضرتك بتقولي كده منافس شديد جدا نادي هليوبلس. فده يعني زي ما بيقولوا كده، وعسى ان تقرأوا شيئا وهو خير لكم. فهي جت لنا في صالحنا ان احنا الولاد قاعدين لنا بقى، الولاد موجودين، احنا في التزام تفرغ سليم. طب اللياقه البدنيه بقى محمد اروح، يعني طبعا في تدريبات اونلاين على طول، بس انت ازاي كنت بتشتغل بقى الشق بتاعك انت، الاجتهاد بتاعك ان انت تحافظ على برضو لياقتك، حاجات زياده كنت بتعملها مثلا فتره الكوفيد؟ هو اكيد كل واحد بيبقى ناقصه حاجات. احنا الفتره دي بقى كنا بنركز معاها، وكابتن وليد طبعا ما كانش بيسيبنا، لازم يركز معانا ويقول لنا اشتغل واشتغل. ونظام الاكل، ان في ناس كتير رياضيين برضو في الفتره دي ممكن يكونوا نظام الاكل اختلف الى حد ما غصب عنهم. لا هو يعني احنا فتره الكورونا وقعدتهم في البيت احنا ما سبناهمش كويس، لان احنا عارفين اللي هي الرجعه هتبقى يعني الاتحادات اول ما ترجع هتبدا ماتشات، لان الوقت كان ضيق جدا، فكنا ما كانش ينفع طبعا ان احنا نسيبهم خالص، كنا على طول في ظهرهم، على طول معاهم، على طول متابعينهم. يمكن برضو في حاجات مميزات، كان عندنا اولاد عندهم حمامات سباحه فكانوا بيشتغلوا برضو كويس جدا، فدي كانت نافعانا جدا. لما رجعنا واقفين على رجلينا. احنا دلوقتي دي صور طبعا للفريق، برضو خليني اعرف من حضرتك لو نتعرف على بعضهم، بس مش الصوره دي لان ده الظهر، لو نجيب صوره واضحه شويه. ده هنا بعد، دي كانت ماتش ولا ده كان تمرين؟ ده كان ماتش النهائي، ده الماتش النهائي، ودي صور اتاخدت يعني تلقائيه كده من المباراه، وده ميدو اهو فرحان اهو. فدي طبعا كان دي اخر بقى، كان تقريبا باقي اخر هجمه في المباراه، وكنت ده بيرموني في المايه بقى، ميدو برضو اللي زيقني بيرميني. رموك في المايه يا كابتن وليد؟ حلو جدا. طيب لو هنتكلم بقى عن قطاع الناشئين، بما ان حضرتك كابتن وليد مدير قطاع الناشئين، ودايما بيقولوا ان هذا القطاع يعني ربما الاصعب والاهم، يعني هو ده اللي بيطلع منه لعيبه المستقبل، هو ده اللي بيحدد بعد كده مستوى اللعبه في المستقبل مهما كانت اللعبه ايه. فاخبار قطاع الناشئين ايه عندنا في كره الماء؟ هو طبعا زي ما بقول لحضرتك الاهتمام الكبير فعلا بقطاع الناشئين، هو نواه الفريق الاول في النادي الاهلي. احنا برضو بفضل الله لسه برضو كان في بطوله 2005 برضو ربنا كرمنا وكسبنا النهائي، وده كان نهائي صعب، لان يعني كان منافسه جديده جدا، لان كل ما بنكبر كل ما الجاب بيكبر مع الاولاد، ولكن الصغيرين بيبقى قريبين قوي، فكانت منافسه جديده. فاحنا يمكن اول بطوله 2005 ودي تاني بطوله 2003 ربنا كرمنا فيها. والصالح بقى والجهاز بقياده الكابتن وائل عزت دايما بيحط المدربين الاكفاء في المراحل السنيه الصغيره، في المراحل السنيه المناسبه، لان هو زي ما بقول لحضرتك كده هو ده مستقبل النادي الاهلي. فهو المدرب الكفء هو اللي هيطلع اللعيب الكويس اللي هيستمر ويدي للنادي الاهلي في الفيرستين. محمد، فكرت في الاحتراف مثلا قدام؟ سؤال يمكن صعب قدام كابتن وليد، بس خليني اعرف. واكيد هو يعني برضو حضرتك بتفكر في حاجه زي كده للعيبه عندك، صح؟ طبعا دي حاجه كويسه ليهم ولصالح مصر بقى، يعني هي
القصة كلها فكرت بقى فيها يا محمد؟ أكيد كل واحد بيبقى بيفكر إن هو يبقى حاجة أحسن أكيد. بس طبعا ده ما يأثرش على تمريني، لأن تمريني لازم يكون عالي المستوى عشان أعرف أحترف. هاي طب خلينا بقى نعرف من حضرتك دلوقتي الكؤوس اللي معانا دي برضو عارضها للناس، ده إيه بقى؟ ده كاس البطولة، ده المركز الأول. وهو ده الجميل فيه بقى إن هي دي تالت سنة على التوالي طبعا، يعني طبعا وسنه صعبه إنجاز. وسنه استثنائيه، ده اللي بنتكلم فيه. وحضرتك كمان ان انت تثبتي على مستواكي او المستوى الاول، ده اصعب ان انت يعني لو ما احنا ناخد مركز اول سهله، لكن انت تحافظي عليه وسنتين ورا بعض، فده انجاز كبير يتحسب للولاد بصراحه ويتحسب للنادي الاهلي. وبالنسبه للكاس تاني ده برضو لو احسن مدرب بقى. احسن مدرب. طيب هو ده الكلام بقى. بما ان احنا بنتكلم بقى عن كاس احسن مدرب، وايوه وريه برضو للناس، شكرا لحضرتك اهو. برضو احنا عندنا افضل لعيبه وافضل فرق وافضل مدربين يا جماعه، يعني مش ناقص حاجه. مبروك طبعا لحضرتك كابتن وليد، اكيد ده جه برضو بعد يعني عناء وبعد مجهود كبير جدا. نفهم بقى من حضرتك لحظه الاختيار والمعايير اللي تم الاختيار عليها دي مهمه جدا. المدرب انا بشوفه برضو اصل نجاح اللاعب نفسه. هو طبعا المعايير كلها فنيه، يعني بيبقى في مجموعه من الاتحاد، اللجنه الفنيه بتبقى موجوده وبتقيم بقى طبعا المدرب من اول البطوله لاخرها، معاملته مع الحكام، معاملته مع اللعيبه، تواصل الشق النفسي إنذار. كمان اعتقد مهم جدا. طبعا انا بقول لحضرتك كل حاجه دي، يعني هو الـ 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 الاجزاء دي طبعا في خد انذار، ما خدش، تعامل مع الحكم بطريقه او فكل ده بيتجمع بنقط او نقط ويبتدوا يقيموا المدربين. طبعا الشق الفني اللي بيكسب البطوله بيبقى واخد طبعا، بيبقى ليه قدر اكتر. فطبعا الحمد لله ربنا كرمنا واحنا تعبنا والولاد تعبوا، زي ما بقول لحضرتك يعني احنا تقريبا من شهر 7 ما بطلناش، يعني يمكن انا كنت بقول للولاد ربنا هيكبر خاطركم عشان انتوا تعبتوا، يعني احنا تعبنا لكن انتوا تعبتوا اكتر، لان المجهود انتوا اللي بتعملوه، احنا ما علينا الا بنوجهكم، ولكن المجهود انتوا الرجاله وانتوا الابطال. فيمكن انا بشرتهم انتوا هتكسبوا عشان انتوا عملتوا مجهود من شهر 7 فعلا، ما حدش فيهم توانى. وزي ما قال كده هو، لا مش كان بيوفقوا، لا هم كانوا جايين على كل حياتهم الشخصيه، فسحهم، اصحابهم، الرياضه كانت نمره واحد في حياتهم. وانا دايما كنت بقول لهم في اولويات، يعني دلوقتي يعني تقريبا الجيل ده اغلبه ثانويه عامه، فاقول لهم الاولويات دلوقتي الرياضه، لكن انت معاك مجالك ولسه معاك وقتك هتقدر تذاكر وتلم وتعمل. فهم بصراحه كانوا مدين اولويه لكره المايه، وده يمكن عشان كده ربنا كرمهم، ولكل مجتهد نصيب يعني. صحيح، واكيد في دعم يا محمد برضو عندك في الاسره، يعني اكيد برضو كل ام واب في السن ثانويه عامه تحديدا يبقى ركز في المذاكره، ركز في مستقبلك، المنتاليتي دي او الثقافه دي موجوده. اكيد اهلك لا داعمين فكره كمان ان انت تركز اكتر في الرياضه او تديها اهتمام اكبر، صح كده؟ اه طبعا اكيد. وانا كمان يعني مش بلعب ووتر بولو بس، انا بلعب ووتر بولو وسباحه اتنين. فانا اهلي يعني بيحبوا الرياضه ودايما بيشجعوني دايما. الحمد لله، يعني من غيرهم ما كنتش عرفت اعمل اي حاجه. احنا عايزينك بقى يا محمد ان شاء الله يعني كمان في اللقاء الجاي كده تطمنا على الدراسه ويبقى في بطولات ثانيه. انا مبسوطه جدا والله بجد. الف الف مبروك مره ثانيه، والف مبروك علينا وعلى جمهور الاهلي اللي بيتابعنا. يعني زي ما بنقول كده النادي الاهلي دايما بيفرحنا، دي حقيقه بجد. خلينا بقى نروح فاصل، بس انا هسيب حضراتكم لان الفقره الجايه هيكون كريم معاه الضيفين وهنتكلم برضو عن انجازات كره الماء في النادي الاهلي، وانا هشوف حضراتكم ان شاء الله الحد الجاي. مع السلامه. يا اهلا بكل حضراتكم من جديد، بنكمل معاكم فقراتنا واحتفالنا بنجوم كره الماء في النادي الاهلي وتحديدا فريق 2003 وتتويجهم ببطوله الجمهوريه. معانا دلوقتي كابتن احمد ياسر وهو كابتن الفريق، واحمد صالح لاعب الفريق كره الماء بالنادي الاهلي. صباح الفل عليكم، سعداء بيكم، منورنا. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. طب انا معانا هنا في الاستوديو عدد 2 كاس، صح كده؟ كاس احسن لاعب، برضه عايزين نعرف كده منك في البدايه ملابسات حصولك عليه، وده كاس البطوله. طيب نبتدي معاك يا كابتن احمد وحصولك على كاس احسن لاعب، يعني الحافز النفسي اللي في النوع ده من الامور والتقدير بيبقى انا يعني انعكاساته عليك وعامله ازاي؟ طبعا هو الحمد لله، طبعا مجهود الفرقه والمدرب، طبعا هدفنا ان احنا كنا نكسب البطوله في الاول، والجوائز الفرديه دي جنب الجوائز الجماعيه طبعا، وخدتها السنه اللي فاتت، فكان ليا ده حافز ان انا اخدها تاني وان احنا نكسب ان شاء الله وبس. جميل.
فكره ان انتوا تبقوا حاصلين على بطوله الجمهوريه وكاس اللي منور معانا في الاستوديو برضو مشوار ما كانش سهل بطبيعه الحال، واضطريتوا تخوضوا من خلاله يعني منافسات مع فرق مش سهله ومش هينه. تلخيصك للبطوله دي تحديدا كابتن احمد؟ لا، هو احنا تعبنا يعني زي ما كابتن وصي كان بيقول من شهر 7 احنا يعتبر ما وقفناش تمرين، شغالين في البيت، وحتى في وقت الكورونا كلنا كنا بنتمرن، كلنا كنا مظبطين اكلنا وظابطين كل حاجه. ولما رجعنا الحمد لله كان في بطوله لعبناها وبعديها كملنا تمرين عشان بطوله 2003، والحمد لله يعني كسبنا. اقوى منافس كابتن احمد يعني لعبته ضده ماتش مش سهل؟ هو ماتش الفاينل كان هيليوبوليس، بس احنا كسبانين 10-6 يعني فرق سكور محترم، بس كان برضو يعني نفسيه وكل حاجه لازم ان احنا نكسب، وكان على ارضنا ودي البطوله الثالثه اللي احنا نكسبها، فكان طبعا لازم نكسب وعلى ارضنا والناس اللي جايين لنا، فده كان نفسيه كده شويه، بس الحمد لله طبعا اكيد اكيد بتفرق كتير. طيب يعني كره الماء في مصر واحنا عندنا يعني برضو بسم الله ما شاء الله لعيبه زي الفل كده، وعندنا نوال لعيبه كمان مستقبلا هيكونوا زي الفل، احنا فين عالميا في الرياضه دي؟ لا، واحنا مش صراحه مش قوي في العالميا. ليه؟ لعبه مش مشهوره مش في مصر قوي يعني بره في لغايه النهارده لسه اللعبه برضو الى حد ما مضبوطه. ابتدت تتشهر اكتر من زمان، انا اخويا كان بيلعب كره ميه بس على ايامنا احنا دلوقتي ابتدت تتشهر اكتر بكتير من على ايامه. يعني هو المشكله في الشهره يعني هل ان هي لعبه مش مشهوره قوي اللعبه مش معروفه بينعكس بالسلب على مساله مثلا جلب رعاه او معلنين؟ أيوة، على مساله سيوله تكون متوفره في الاتحاد. ده حقيقة. اوكي، برغم النجاحات اللي حصلت الفتره اللي فاتت وبطولات كتير برضه لا ما بتفرقش قوي. طب يعني كابتن احمد من وجهه نظرك وانت لسه بتقول يا هادي في المجال، بس يا هادي بتاعتك اللهم صل على النبي فيها كاسات واحسن لعب وشغل جامد، يعني ايه اللي ناقصنا عشان تبقى كره الماء المصريه ما تقلش عن الـ 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 يعني الخصوم او المنافسين في الدول الغرب؟ ايه اللي ناقصنا؟ طبعا لازم اللعبه تتعرف وتاخد حقها زي بقيه الالعاب. زي حقها ده اللي هو ايه بقى؟ عايزين نقط كده يعني كلعبه مثلا تبقى تتشهر، يعني تتعرف ان في حاجه اسمها كره ميه عشان يجي لها جمهور ويجي لها قنوات وكل الحاجات دي، فلازم تتعرف الاول زي الكوره وزي الهاندبول والحاجات دي كلها. طب مواصفات لاعب كره الميه لازم يكون عنده ايه وايه وايه؟ لازم يبقى لياقته حلوه، نفسه قوي، يبقى هو لعيب ذات نفسه فيت في يعني لياقته البدنيه، لازم يبقى صحته كويسه في الميه، يبقى قوي مش ضعيف، يبقى ذكي، لازم تبقى ذكي جدا في كره الميه. بس تاني انتوا يعني كره الماء وانتوا طبعا ادرى مني بكتير، بس الموضوع مقسوم نصين، النص اللي هو فوق الميه جزئيه الارتقاء والتسديد وما الى ذلك، بس الجزء اللي تحت الميه ده عالم بيتخيل لي مش كده برضه؟ وفي شغل جامد بيتعمل تحت، عشان كده سمعنا حتى ان المفروض ان خاصيه الفار هتبقى موجوده في كره الميه. ولا الكلام ده مش مظبوط؟ ايوه صح، بتهيألي الخطوه دي متاخره جدا. دي حقيقه. ايه بقى النوع اللي بيحصل تحت الميه؟ قولوا لنا كده. يعني هو في ضرب وحاجات كده من تحت الميه والميه والحاجات دي، بس طب الحاجات دي ما بتتشافش من لا من تحت ما بتتشافش. صعب. لو فوق الميه الحكم ممكن يشوف. طب ليه السنين اللي فاتت دي كلها ما حصلش ان حد حتى يقترح ان هم يستحدثوا خاصيه الفار في كره الميه؟ ما كانتش لسه معروفه قوي يعني بالنسبه لعامه، بس ابتدت تتعرف تتعرف في كره القدم بقى لها فتره حلوه، والمبدا نفسه المنطق عادي يعني. بس هي برضه احنا عندنا الفار يعني اتعملت في مصر في نادي واحد بس، هي بره الميه يعني برضه حتى اللي جوه الميه مش متشاف، فهي اللعبه برضه عادي. حتى اللي فوق المايه مش بتشاف ازاي؟ لا، اللي فوق المايه بيتشاف، اللي تحت المايه لا. اوكي. طيب وانتوا ان شاء الله الفتره الجايه بعد حصولكم بقى طبعا على الكؤوس الحلوه دي احسن لاعب وكاس بطوله الجمهوريه، ايه اللي جاي ان شاء الله؟ بتجهزوا نفسكم لايه؟ احنا عندنا بطوله 2001، احنا 2003 وده 2004، فاحنا متصاعدين للاكبر مننا، فعندنا بطوله مع 2001 ان شاء الله مع كابتن وصفي وكابتن وليد كمان اسبوعين تقريبا. أوكي. فدي ان شاء الله بنسعى عشان عايزين نكسبها ان شاء الله ونحقق كل اللي حققناه ده تاني ان شاء الله. وهل في بطولات قاريه مثلا الفتره الجايه، بطولات دوليه؟ لا، هو كله موقوف يعتبر عشان الكورونا وكده، فيعتبر كان كله متوقف. اوكي. طيب برضو عايز اعرف منكم نوع التدريبات، يعني انت قلت لي من شويه كابتن احمد يعني برغم فتره التوقف بتاعت كورونا انتم ما وقفتوش، انتم كنتوا في البيت بتتمرنوا. بتتمرنوا ايه بقى في البيت؟ هل هي اللياقه فتنس؟ فتنس النوع ده من جيم وفتنس ارضي كده يعني. اوكي.
وطبعا نفس الكلام ينطبق على لا كل الفريق كله، كابتن وليد وصفي طبعا وكابتن وليد عز تعبوا معانا وكانوا بيخلانا نتمرن واحنا في البيت، وكانوا متابعيننا طبعا على الموبايل واونلاين وكل الحاجات دي عشان لما نرجع يبقى في صحه وفي نفس عشان البطوله. بس من الواضح ان ما كانش في تاثر سلبي كبير في موضوع كورونا. بسم الله ما شاء الله انتوا رجعتوا بمنتهى القوه وعملتوا شغل زي ما ده والله بسبب الكباتن ان هم وقفوا جنبنا وخلونا نتمرن احنا في البيت، وده حفزنا بصراحه الحمد لله. حلو جميل. طيب برضو نرجع للرياضه نفسها كره الماء في حد ذاتها من حيث المبدا، ايه المميزات اللي فيها عن بقيه الرياضات؟ انا ليه بسالكم السؤال ده وعايز اعرف ردكم انتوا الاثنين عليه، عشان يمكن كره الميه من الحاجات اللي مش بتتبادر لاذهان كتير من اولياء الامور اللي عندهم اولاد صغيرين في مرحله سنيه عايزينهم يبتدوا يلعبوا رياضه بشكل نظامي وبشكل احترافي، يمكن ما بتخطرش على بال اولياء امور كتير، ويمكن من ضمن الاسباب تفصيله كده صغيره برضو تتاكدوها لنا، فكره حمامات السباحه في الشتاء، يعني الدنيا برد رصاص وانتوا عادي جدا بتقلعوا البرانس ونازلين في الميه وطالعين من الميه، فيمكن حاجه زي كده بتقلق او بتخوف اولياء الامور، فاحنا عايزين نقنعهم بالعكس، نقول لهم عناصر الجذب اللي في الرياضه دي، وابنهم او بنتهم لما يمارسوا الرياضه دي بالتحديد هيستفيدوا ازاي على كل الاصعدة. كابتن احمد نبتدي معاك. هي اولا في الشتاء احنا الدنيا بتبقى تمام، الميه كده كده بتبقى متسخنه عندنا في النادي وفي بقيه النوادي برضو نفس الكلام، فده مش حاجة يعني تبوظ أي حاجة. وثانيا لعبة ممتعة جدا، يعني بتستمتع وانت بتلعب، تلعب وبتشمس وفي سكيلات وبتعوم وكل حاجة، فده بتديك حاجة يعني نفسية تبقى حلوة. كابتن احمد. هي طبعا أحلى حاجة إنها لعبة جماعية، انت ما بتلعبش لوحدك مثلا، فلعبة جماعية بتبقى كلكم عندكم هدف واحد، انت والفريق والكابتن بيبقى عندكم هدف اللي انتوا توصلوا له، ولعبه ممتعه بس عشان مش مشهوره فالاولياء الامور لسه ما عرفوهاش، فده برضو المشكله في كده. وبشكل عام المنافس الاقوى والدائم الشبه ثابت للنادي الاهلي مين؟ هو هليوبلس في كل السنون. ده من زمان الموضوع ده، وبتهيالي بيجي بعديكم او يعني ممكن يبقى فيه قريبين بدرجات يعني قريبه، الجزيره برضو بتهيالي وسبورتنج في اسكندريه، ولا بعيد شويه سبورتنج؟ مش على حسب المواليد كام بالظبط. على كل حال انتوا شرفتونا ونورتونا، مبروك الانتصارات والكؤوس الجميله، وان شاء الله نرجع نلتقي بكم مره ثانيه بالمزيد من الكؤوس والنجاحات والانتصارات. نورتونا وبشكركم شكرا جزيلا. اكيد الشكر كله موصول لحضراتكم على حسن المتابعه.